شأنهم شأن كل التونسيين الذين عانوا ويلات الظلم في عهد بن علي ولم يتمتعوا بحقوقهم وحرياتهم النقابية والمهنية. استبشر الجميع بالإعلان عن المؤتمر التأسيسي لوحدات التدخل الشرطة، وحضر في المؤتمر أعوان وإطارات الإدارة العامة وأهالي الشهداء. تمت البارح انتخابات ونمدكم حتى بنسخة من السي دي بحضور رزوز عضو الإشهاد على 77 تقريبا، كان فما حضور 62، فما تغيب نتاع معناها 15 عضو لأسباب خاصة بهم. برشا حكينا معاهم ويحكيوا معانا، يستناو باش يرجع على الرجل الأمن كما كان وخير من اللي كان، ويحب معناها تبدل النظرة متاع المواطن تجاه رجل الأمن، كيف كيف رجل الأمن مع المواطن وتحسين العلاقة ما بيناتهم، وإن شاء الله ذاكم من اللي جرون تاكس باش نخدموا عليها احنا كنقابة. في برنامج المصالحة باش نوريه الإطار القانوني الرئيسي الساعة اللي يخدم فيها عون الأمن. ما الشهداء سقطوا من الأمن؟ أكيد عنا شهداء سقطوا من الأمن، وأكيد احنا زادة كقوات الأمن نترحموا عليهم الكل. لا لشيء، الزملاء ذوما ماتوا هما لابسين زي. لقد كانت لمجهودات وحدات التدخل الأثر الطيب في حفظ أمن واستقرار البلاد والحفاظ على أملاك العباد. رجال صدقوا ما عاهدوا، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديله.